بك تبدو حزينا اليوم يا سنتور. هون عليك يا صديقي، كما يقول المثل لا تشكيلي ببكيلك. انا ايضا بعد سنوات من الخدمة ورواية الحكايات، بعد أن أرهقت حبالي الصوتية ليسعد الناس، يريدون أن يحيلوني إلى التقاعد. لماذا؟ لأن الشباب قادم ليحكي، وكأن العالم لا يتسع لهم ولا لا. ولكن عندي فكرة أخرى لكي تستمر أنت بالعزف وأنا بالحكي. لماذا لا نشكل فرقة من السنتور والحكواتي، وهكذا نصبح نحن الاثنين حكواتيين أو سنتورين كما تشاء. هل نبدأ؟ كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك سنتور. كان يا